سلام حبيبي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ثم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نقدم معكم فيجن كيك، كيكة بردة كتوجد في 15 دقيقة، سهلة صحية ومفيدة، والأهم أنها بدون سكر. خليكم مع المكونات. عندي 5 الكيسان ديال الشوفان على كاس ديال اللوز مطحون وكاس ديال القرقع مطحون، 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر وكاس ديال التمر يكون رطب، الشوكولا السوداء، لتر ديال الحليب الكوكو، غليته مزيان باش نذوب فيه القطع ديال الشوكولا. غادي نستمر في التحريك حتى تذوب الشوكولا. دابا غادي نضيف عليهم الكاكاو المر، غادي نبقى نحرك فيهم حتى الكاكاو والشوكولا يتجانسوا مع الحليب. اخر حاجه غادي نضيفها هي التمر، قطعته مقطع صغار. هنا الخليط ديالي صافي هو واجد، غادي نبدا نكب شويه بشويه على الشوفان ونواو القرقع حتى يتجانسوا مع بعضياتهم ويتشرب الخليط. عاد نزيد الكميه الثانيه. هنا الخليط ديالي واجد، التكستور ديالو كيكون ما هو ثقيل ما هو خفيف. انا غادي نديرو في هذا المول، تقدروا تخليوها في الثلاجه ما بين 2 ساعات 3 ساعات. انا خليتها ليله كامله لان انا صوبتها بالليل. هنايا عندي نواو القرقع للتزيين. هنا غادي نحاول نضغط عليها مزيان باش يتعمروا كاع الفراغات وما يبقاش لهوا بيناتهم، ومن نجيو نقطعوها يعني تكون متماسكه مزيان. هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الثلاجه وقطعتها معكم، كتجي بحال تقولوا مطيبه في الفران، كتجي بحال الكيكه متجانسه شابره في راسها، عقده ولذيذه بزاف ومعلكه في نفس الوقت. انا كيف ما جيت من الرياضه بديت بها في الفطور، لان واخا حلوه ولكن الحلاوه ديالها متعادله وفيها بزاف الفيتامينات اللي غادي يحتاجهم الجسم ديالي، من الشوفان، من الحليب ديال الكوكو، التمر، نوال، القرقع، الشوكولا، يعني مفيدة بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. So good.